كابتن اسامه الف مبروك. ماتش حلو من النادي الاهلي، يعني الشوط الثاني تقريبا يعني سيطره واستحواذ وفرص مهدره واهداف من النادي الاهلي، مدينا انطباع ان النادي الاهلي باذن الله وصل لاعلى المستويات الفنيه والبدنيه قبل مباراه الفاينل. الحمد لله، الف مبروك ومبروك للجهاز الفني واللاعبين والجماهير وكل من ينتمي للنادي الاهلي. مكسب حلو طبعا، احلى حاجه في كره القدم الاهداف، فانت جبت 4 اهداف وكان ممكن جدا تجيب 3 4 اهداف تاني، والكلام ده كلنا حاسينه من بدايه اللقاء. قلنا ان كابتن عبد الجليل مش عندوش حاجه يخسرها وهيلعب مفتوح، وفعلا ده اللي حصل وفضل بيلعب مفتوح حتى بين الشوطين. لما انت سالتنا كلنا قلنا لك برضه هيكمل على كده، مش من المدربين اللي عندهم، في مدربين حتى عارف انه هيخسر ويتحفظ جدا جدا عشان يقلل الخساره ويقفل قوي ويضايقك، لانك انت طبيعه كره القدم انت بتحاول تخلق مساحات عشان اللعيبه تقعد تتحرك كتير وتتحرك عشان تخلق مساحات عشان تخلق فرص عشان تجيب اهداف. هو اوريدي هو مديك المساحات كلها يعني بالزبط. حتى احنا بين الشوطين قلنا الاهلي بس مع بسيط من التركيز هيقدر يجيب جولين 3 مظبوط مستريح يعني، وكان ممكن يزيد الـ بس هو لعب الشوط الثاني بطريقه مفتوحه وهاجم، بس ما كانش فيه تهديد على مرمى الاهلي يعني، ماشي. حتى التهديد كانت من كره ثابته اللي جت جنب العارضه دي. ماشي، ما هو ممكن العب مفتوح وما هددش، ما يبقاش عندي القدره ان انا اهدد، لكن مش متكتل، متكتل وقافل نص ملعبك لا، الملعب مفتوح بتنقل فيه بحريه جدا في نص الملعب، بتوصل انه مواقف كتيره جدا جت للاعيبه النادي الاهلي، بتلاقي 4 على 3، 3 على 3، 4 على 2، 4 5 على من الاهلي يعني، 5 على 3، 4 مدافعين، مساحات مفتوحه في الشمال، مساحات مفتوحه في اليمين، ومساحات مفتوحه في العمق، مفيش قفل، مفيش غلق خالص للمساحات الملعب عشان يضايقك. حتى بعد استقبال الجول الثاني واستقبال الجول الثالث نفس الطريقه، يعني بسهوله كان النهارده يعني تزيد الحصيله عن الاربعه بسهوله يعني. فالاهداف بتدي جمال في الكوره، انت يعني متعه كره القدم الناس تشوف الكوره في الشبكه. فـ4 اهداف جميله، وزي ما الكباتن اتكلموا انه الحمد لله خرجت بدون اصابات. حتى الحاجات اللي مستر موسيماني اتكلمنا فيها قبل الماتش، انه لما يلاقي نتيجه مريحه هيبتدي بقى يريح الناس والكلام ده، وكلنا توقعنا ان هاني هيلعب وشريف هيطلع وممكن يلعب مروان وصلاح هينزل يعني هو كل ما الماتش بيتسهل بيبقى عنده الفرصه انه يغير براحته، مش بيطلع الناس عشان هي مثلا ادت وحش لما تكون مغلوب او متعادل. ساعات بتعمل تغييرات عشان تحسن من اداء الفرقه في حاجه معينه، بتشيل مدافع عشان تحط مهاجم فتزود القدره الهجوميه، لكن هو بيغير عايز يدي فرصه لناس بقى لها فتره ما بتلعبش زي هاني، عشان لو حصل حاجه الاكرم يريح البعض، مروان ينزل مكان شريف عشان يريحه، صحيح. وهكذا كهربا ينزل مكان الشحات عشان يريحه ويجهز كهربا، ديانج ابتدى بيه وطلع حمدي فتحي ونزل دي اجاي قصدي ابتدى بيه وبعدين نزل ديانج مكان حمدي فتحي عشان ديانج ياخد فتره من المباراه وحمدي يريح. كل ده جاي من نتيجه سهوله المباراه والاهداف السهله اللي جت. ف طبعا شريف ما زال يعني كل ناس كتير علامه مضيئه في الفرقه يعني، بس شريف بقى هو اللي عارف انت مفتاح الحلول اللي بيخلص لك الماتشات بسهوله جدا. صحيح عنده مشكله شويه بس انه بيقع في الاوفسايد كتير، يمكن بسرعته هو بيستعجل انه بيخش في الاوفسايد، لو يصبر شويه. حتى في كوره كابتن شريف قال عليها لو وقف كان هيروح بعد كده يمشي يجيبها جول.